من أكثر الطيور انتشاراً حول العالم ومن أكثرها تنوعاً. يشتهر في فلسطين بالرغم من أنه ليس طائراً شائعاً ولا مقيماً فيها. النورس هو طائرنا في هذه الجولة في الطبيعة الفلسطينية. النوارس طيور مهاجرة تمتاز بقوتها وطول أجنحتها التي تمكنها من قطع مسافات طويلة في رحلة الهجرة السنوية. للنورس منقار سميك ومعقوف، وأقدامه تشبه أقدام البط لمساعدته في السباحة. يتراوح طول النوارس بشكل عام من 28 إلى 81 سنتيمتر. وعادة ما تكون ذكور النوارس أكبر قليلا من الإناث، ولديها منقار أكبر حجما. تتوزع النوارس على أكثر من 40 مجموعة، مما يجعل تمييز نوع عن الآخر مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث لا تتعدى الفروقات بينها تفاصيل دقيقة جدا كلون المنقار أو الساق. وتشترك غالبية الأنواع بأجنحة واسعة وذيول ذات زوايا حادة أو مستديرة، ويغطي جسم النورس ثلاثة ألوان تتفاوت في حدتها وتوزيعها حسب عمر الطائر ونوعه، وهي ألوان الأبيض والأسود والرمادي. توجد النوارس في كل قارات العالم كطيور مقيمة ومهاجرة، ويقتصر وجودها في فلسطين على مواسم الهجرة، حيث تحط الرحال في طريق هجرتها من الشمال البارد إلى مناطق الدفء ووفرة الغذاء في إفريقيا. ومن الشائع رصد النوارس في الساحل الفلسطيني في مناطق يافا وغزة، وذلك لكونه طائراً مائياً يعتمد في غذائه بالدرجة الأولى على الكائنات البحرية. وبالرغم من كونه طائراً مائياً، إلا أن رصده في عمق البر الفلسطيني بعيداً عن الساحل أصبح من الشائع في السنوات الأخيرة، حيث يوجد بأعداد كبيرة في منطقة مرج صانور وجنين وطول كرم. تتغذى النوارس على الأسماك والمحار والعوالق، كما أنها تتغذى على صغار الحيوانات البحرية. وتمتاز النوارس بقدرتها على أكل بقايا طعام البشر، وهو ما يجعل من مكبات النفايات ومحيطها مناطق جذب لها. وتعتبر النوارس من الطيور الجاثمة، حيث تميل إلى أن تكون لها مواقع مفضلة للعيش والنوم فيها.
توجد النوارس عادة على شكل مجموعات كبيرة تتحرك وتتفاعل مع محيطها بشكل صاخب. وعلى الرغم من قدرتها على العيش في المناطق الحضرية وألفها للبشر والتفاعل معهم في أماكن إقامتها، إلا أنها تبدو بالغة الحذر في مناطق هجرتها، حيث إن الوصول لها يعد مهمة صعبة ولا تخلو من الخطورة. وتشاهد النوارس في سماء فلسطين على شكل مجموعات ضخمة في الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني وكانون الثاني من كل عام. تتكاثر النوارس مرة واحدة سنوياً، وتضع 3 بيضات في الموسم الواحد. وتعشش النوارس على شكل مستعمرات تتكون من مجموعة من الأعشاش المتجاورة، ويختار النورس مكان عشه بعناية بالغة لضمان سلامة البيض والفراخ طيلة فترة الحضانة، حيث يعشش على الجروف الصخرية بين النباتات القصيرة أو جذوع الشجر والشجيرات بعيداً عن مواجهة الرياح والحيوانات المفترسة. ويتشارك الزوجان العمل خلال شهر من الحضانة وثلاثة أشهر من تربية الصغار. وخلال تربيتهم لصغارهم يبقى أحد الزوجين دائماً في العش حتى يبلغ الصغار من العمر شهراً على الأقل. يعتبر طائر النورس من الطيور الهامة التي تلعب دوراً رئيسياً في التوازن البيئي، مما يجعلها مركز اهتمام الباحثين والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص. ويعتبر الصيد الجائر والأمراض التي تفتك بالنوارس من أهم المهددات لتواجدها وتوزيعها الجغرافي على مستوى العالم، كما أن ارتفاع مستوى التلوث في المناطق الساحلية يحرم النورس من مصادر غذائه من الكائنات البحرية. وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 20 نوعاً من أنواع النوارس المنتشرة عالمياً مهددة بالانقراض، ومن أشهر هذه الأنواع النوارس ذات المنقار الأسود. وقد خطى العالم خطوات هامة في اتجاه الحفاظ على النورس وحمايته من الانقراض من خلال عقد المعاهدات الدولية للحفاظ على النوارس والحد من صيدها وتدمير موائلها. وإلى هنا مشاهدينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الجولة في البرية الفلسطينية الجميلة، والتي كانت مع طائر النورس.